سيطرت الديمقراطيين الخجولة على مجلس النواب دخلت خانة الخطر مع ظهور نتائج بشكل تدريجي. النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي تظهر تقدم الجمهوريين ب 27 مقعدا حتى هذه اللحظة، مع نيلهم 199 مقعدا مقابل 172 للديمقراطيين وفق فوكس نيوز. أما CNN فمنحت الديمقراطيين 178 مقعداً مقابل 198 مقعداً للجمهوريين. إذن النتائج تتباين. بعض الدوائر المتأرجحة بين ولايات أمريكية مختلفة قد تحدد هوية الحزب الذي سيهيمن على المجلس لسنتين مقبلتين، أي حصول الجمهوريين على الأغلبية أو تعزيز الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين ما قبل هذه الانتخابات. يحتاج الجمهوريون هنا إلى مكاسب صافية قدرها 5 مقاعد في مجلس النواب لتحقيق أغلبية 218 مقعداً. السؤال هنا، ماذا لو فاز الجمهوريون بانتخابات مجلس النواب؟ ماذا يعني ذلك؟ قد يمهد هذا الفوز المأمول الطريق للنائب الجمهوري كيفن ماكارثي لسحب المطرقة من يد رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي والحلول مكانها والجلوس مكانها، كما ستكون العثرة الأساسية في طريق بايدن، وقد تعيق تنفيذ أجندة التشريعية مع وعود الجمهوريين بإنهاء خططة لأكثر، طبعا الأكثر طموحا. البعض يقول أنه ربما مشى في ذلك الطريق التشريعي، لكن البعض الآخر قد يشكل نجاح الجمهوريين عائقا بالنسبة له. عموما التوقعات تخرج هنا بإمكانية استخدام بايدن للفيتو، هذا السلاح الذي لم يكن بحاجة لاستخدامه مع امتلاكه ميزة السيطرة الديمقراطية على الكونغرس، ولكن متى؟ في العامين السابقين.